يعني من هون المشكلة. أنت تتحدث اليوم أنه أنتوا معارضين، لكن من توصل المشكلة يم الحكومة لا تساندون الحكومة نكاية بالفصائل. مو نكاية بالفصائل، احنا نبحث عن دولة. هذا السلوك مال الفصائل مو في سلوك دولة، هذا سلوكنا واضح احنا مع الدولة من بداية تظاهراتنا واحتجاجاتنا اللي هي مو 2019 عفوا، من قبلها. لكن هو هذا السلوك، نبحث عن دولة مؤسسات. خلي الجيش، خلي الدولة بجيشها تروح تحارب، خلاص هذا قرار دولة نمشي وراه، بس لا تصادر قرار الدولة. انت مو دولة، انت مو اكبر من هاي الدولة. هاي واحدة بس اخذ على نقطة، يعني هاي دائما ما تثار بالإعلام الشيخ عفوا. يعني اليوم إذا الحكومة راحت بهذا الاتجاه باتجاه الحروب العبثية كما تتحدث عنها، هم راح أيضا تتحدث لا بالنهاية على الأقل دولة مؤسسات. لا بالنهاية دولة مؤسسات، بالنهاية على الأقل إنه أكو دولة مؤسسات. هسا عنتريات وعنتريات، بس أنا أعرف إن الحكومة يعني تقبلون الحرب، لكن الحرب تكون موجودة مخرجاتها من الدولة مو من الفصائل. ستراني أنا ما أقبل الحرب نهائيا، ولكن أقول في أسوأ الأحوال خلي تطلع من مؤسسات الدولة إن كان هناك، بس خلي أكو نقطة مهمة ضروري بس أقول على نقطة إنه الشيخ دائما ودائما ما تذكر بالإعلام إنه إحنا شيعة أغلبية. هسا أنا شيعي بالعائلة، شيعية من الناصرية، ما أعتقد الشيخ يمثلني ولا جماعة اللي هو جاي يمثلوني، وأعتقد تشرين اللي هم مليونين أو ثلاثة بس اللي طلعوا بالشوارع كلهم راضين الشيخ وجماعة الشيخ. فما أعتقد الحديث باسم الشيعة، أنت كلك تمثل 4% من الناخبين اللي طلعوا بالانتخابات اللي هم ما بيهم 20%. فأنت حديثك باسم الشيعة يا شيخنا، أنت مو مخول تحشي باسم الشيعة. ثم الشيعة عراقيين وطنيين لا لهم علاقة لا بالسنة، عفوا لا لهم علاقة بهاي المماحكات اللي أنتم. هذا منطق برنامج هذا منطق 4%. أنت كلك أنت خاسر. لولا انسحاب التيار الصدر أنت ما موجودين بالحكومة. خلي خاسرين الشيخ رجاء، حكومة الخاسرين رجاء. تفضل شيخ. الخاسرين تفضل شيخ رجاء وقته. اولا هذا المنطق اللي هذا يتحدثون به هذا مو منطق برنامج ونخب ثقافي وفكري. او التخوين مالك منطق البرنامج. لا انت خونت، انت قلت عنتريات. عنتريات تخوين هذا وصف. دجاج الصحراء هذا وصف. شيخ وصفك توصيف تقبل. هذا وصف، انا ما موصفك لك، ما قلت انت صاحب العنتريات. لا انت وصفت المقاومه. خلاص انا اتحملها. شو لك علاقة؟ اتهامات متبادلة. أنا رجال جمهور مقاومة، أنا ما أقبل لا أنت ولا غيرك تمس المقاومة. تفضل المقاومة الشريفة اللي دافعت عنك لما أنت تخاللت. هاي أنت ترفض سيد العصاد رجان. هاي لا أرجوك هذا الخطاب، هذا يعبرون على الشباب. كملت مداخلتك خلينا نتداخل. هذا الخطاب فلا تعبر عليه. كملت مداخلتك خلينا نتداخل. أنا لا أسولف وياي هذا الخطاب. لا أسولف وياك لا تحكي وياي هذا الخطاب. احترم نفسك ولا تحكي اي هذا الخطأ. تفضل رجاء. رجاء انت وهينك تقبل كل هذا نفسك. احترم الوقت رجاءً. احترم الوقت رجاء. تفضل لا احترم نفسك رجاء. انت ما محترم لان انت وجهك بدون تصعيد شيخ رجاء. يعني انت لو محترم راح اتجاوزك لانه احتراما للبرنامج، فخلينا نوقف يوم هاي النقطه. رجاء انا ما عندي وقت. هو تجاوز. تفضل انت شنو وظيفتك؟ رجاء يتجاوز عليه شنو وظيفتك؟ اكو تجاوزات متبادله. رجاء انا ما شخصن. انا ما اتجاوز عليك. كل شخص متخاذل هو متصهين. خلاص